هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشكلة الدواء في سبيلها للزوال تماما خلال الفترة القادمة. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح مدبولي أن الكميات المطلوبة من الأدوية ستكون متوفرة بشكل كامل. أنا حبيت بس أن أنا أأكد هذا الموضوع وحضراتكم تعرفوا أن الحمد لله يعني مشكلة الدواء في سبيلها تماما للزوال في خلال الأيام القليلة أو الفترة القادمة إن شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم، وبإذن الله يبقى الكميات كلها المطلوبة من كل أنواع الأدوية هتبقى متاحة في خلال الأسابيع القليلة القادمة.